ليه كلي أن اللي يوم المرأة الليلة في مندي؟ لا يوم المرأة أصل الليلة في مندي أول مرة طبعا نحن نحتفل باليوم المرأة في مندي. السنة الماضية أنا حضرت في عيدة، لكن السنة حضرت في منطقتي، وإن أنا عرفت إنه نحن عندنا هنا حاجة بقولها المرأة ذات اليوم ده. يعني يوم المرأة الليلة طلع لنا حاجة سعيدة، ونحن ذاته عرف شفنا نفسنا نحن كده، يعني يا داب نحن كنا شخصي يعني مخلوق يا داب في الدنيا. نحن في جبال النوبة هنا بنحتفل بيوم المرأة العالمي، لأن زي ما الحركة أدتنا 25% أساس إنه كيف نحن نمارس الحرية، أو كيف المرأة تكون يعني عندها حرية في الحياة. ده واحد من الإنجازات، واحد من الحظوظ السمحة إنه نحن نتحزب بحزب بتاع يوم المرأة العالمي.